ده في حلقة اتعمل في البطولة لما راح يكشف، يعني الطبيب طلب منه ان هو يخلع ثيابه ويكون يعني لابس اللبس الداخلي بس اللي هو الشورت الداخلي. نعم. هو مرضيش يعمل، فرفضوه في الشغل. هل ده كده سيبنا من باب الحياء ولا؟ لا، هم طلبوا منه يستر العورة، هم ما طالبوه بنزع الثياب عن العورات المغلظة، لا طالبوه، ها؟ ما طالبوه بذلك، فهو يعني قدر الله عليه ذلك لعله خير، لكن إذا وجد رخصة فهناك رخصة، هناك رخصة، يعني هناك رخصة له أن يكشف جسمه باستثناء العورة المغلظة. لا، ما نحبلوش كده والله، بإمكان أن لا يذهب لا يذهب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، الحديث.